الثقافة بشكل عام، الحالة المزرية اللي احنا واصلين لها، وفي بقى التفاصيل اللي هي إقالة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وفي ان هم عايزين غلق مركز الرقص المعاصر اللي في مركز الإبداع التابع لصندوق التنمية دون إبداء أي أسباب. ودي تبعيات إذا اتسكت عليها يعني الدور جاي علينا كلنا. افتح للحرية الباب، افتح للحرية الباب، سيما ومسرح هنا وكتاب، سيما ومسرح هنا وكتاب، يا وزير ارحل غور، يا وزير ارحل غور، خلي الأوبرا تشوف النور، خلي الأوبرا تشوف النور، يسقط يسقط الإخوان، يسقط يسقط الإخوان. يعني أنا واثقة متأكدة ده مش عشاني أنا، ده عشان ثقافة مصر، عشان فكر مصر، عشان فنانين مصر، شيء رائع. وأنا سعيدة جدا وبشكر الوزير اللي جمعنا. الوقفة دي معمولة لطلب إقالة وزير الثقافة في خلال 72 ساعة. قرارات عشوائية من يوم الأول لتولي الوزارة. طلب إقالة دكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب، إقالة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس إدارة الأوبرا، إقالة الدكتور صلاح المليجي رئيس المعارض الثقافية ووزارة الثقافة، وقفة من الفنانين والمثقفين والتشكيليين ورواد الأوبرا، ما احناش فنانين بس، الجمهور كمان موجود معانا، ضد أي تخريب وأي أي محاولة لتغيير هوية مصر. أنا شايف إن صعب جدا حكم مصر والسيطرة على بلد فيها قامات زي بهاء طاهر، داود عبد السيد، خالد يوسف، ناس عبد الدايم، رمزي ياسا، عمر خيرت، قامات كبيرة جدا ثقافية بتحط فكرها في كتاب وفي فيلم وفي مقالة وبتنور، ناس منورة. صعب جدا انك تحكم بلد فيها هذا الكم الهائل من الناس المنورة. مصر عندنا يعني هيريتج ثقافي غير عادي، موروثات من اجيال الاجيال الاجيال. هدف هذا الفصيل الفاشي هو السيطرة، مش هتقدر تسيطر على الناس طول ما الناس المنورة دي في مراكز.